هنالك انتشار قبل 48 ساعة، خلي يسمعني أستاذ وفاء، في محافظة كركوك. تمام؟ صحيح. تمام؟ انتشار أمريكي. انتشار أمريكي. ولن تداول الحكومة العراقية إعلامياً هذا الموضوع. لا لا بس وقف لي. لا لا لا. أنا هسه ما أدري به. لا حبيبي. أمريكان. أنا على تواصل. أنا شغلي تنظيمي. تواجدوا في مطار كي ون. أستاذ وفاء خليني أكمل هذا وقتي إذا. لا لا بس 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 بس. أوضح معلومة، معلومة مهمة. معلومه قاعد يوضحها وياك. هذه معلومه احنا عندنا ورانا جمهور يتابعنا. يعني الجيش الامريكي نازل بالشوارع. نعم نعم الجيش الامريكي خرج من القواعد قبل 48 ساعه. هي. وتواجد في الاراضي في كركوك، وانت تجي تتحدث لي، يجي لي واحد يقول لي اليوم الامريكان يخرجون، الامريكان ما يخرجون، وانا في كل انا طبعا مطلوب للامريكان العلم بالقائمه. هي. يعني للتوضيح يعني رقمي 23. زين أنا أتحدث لك اليوم، أقول لك اليوم الأمريكان ما يخرجون تصريحاتهم. وهذا الكونغرس الأمريكي متفق عليه اليوم، يروح بايدن، يجي ترامب، يجي غيره، يجي فلان، يجي علان، ما به هذا الموضوع. شنو دعوة انتشار؟ هذه كلها أوراق. ليش منتشرين؟ هسه شحدهم منتشرين؟ هذه تقدر تسأل بها الحكومة. ما تسألني إلي أنا. أنا مو مسؤول عن. خلينا ناخذ بعد التفاصيل. تفضل تفضل تفضل. إيش قد حجم القوات اللي انتشرت بدهوك؟ يعني انتشرت وين في أماكن؟ في مكانات في كركوك طبعاً، واتصلوا بيها هالكركوك. نعم. داخل المدن؟ قلت لهم ممكن تصويرهم، قالوا ما نقدر، وطائرات موجودة تفتر تتجول في كركوك كانت، ولم تعطي بياناً واحداً الحكومة.